اكمل على كلامه ابو تركي. ابو تركي ما استدل شيء، بس ولكن ما شاء الله المقدمه حقته تفتح لنا خيارات نتكلم فيها. شوف المنتخب السعودي، انا لما شفت اللي هي التقييمات تبعه، اضعف تقييمات عندنا الفرق شرق اسيا، مع الصين 86، ترى احنا فازنا عليها 3-2، بس ترى معدل التقييم عندنا 86، مع اليابان 96، ومع اليابان الثاني اللي هزنا فيها 56. معناها المنتخب السعودي ترى مستواكم منخفض مع فرق شرق اسيا، فلذلك هم وهم الفريق الوحيد اللي جابوا فيه هدفين غير اليابان في التصفيه الاوليه. انت فزت بثلاثه ولكنهم هم سجلوا اثنين، سجلوا اثنين. فلذلك انت عندك الامكانيه، ولكن لا تتهاون. احنا المباريات هذه بالنسبه للمنتخب السعودي انا متاكد انها مباراه كاس. احنا ما نتحمل ضغط المباراه الاخيره. ايوه خلصها من بدري الان، ريحنا. لذلك انا اتمنى اللاعب برضه يصير عنده عقليه المجموعه، مي بالقضيه قضيه انك تصير نجم الحفله، نجم الليله. ايوه وتبغى تسوي فيها انت اللي مأهلنا. لا، المجموعه كلها اهلتنا. ممكن يقتات على اللي قاعد تسوي جوا ملعب ناس اخرين، فلا تصير انت ذخيره لهم، للنفعيين هذولي اللي يتكسبون من الاشياء هذه، اللي يبغون يكسبون مدرج. انت خلك تفكيرك لا، المنتخب السعودي، تاريخ المنتخب السعودي، مجموعه المنتخب السعودي، انك من ضمن المجموعه هذه، وانكم انتم اساسا كلكم داعمين بعض وتاهلتوا مع بعض. احسنت. هذه هي الفكره ككتله واحده جوا الملعب. انا ما ابغاك، هي مي بالقضيه قضيه مدرجات، يعني في السابق ممكن تسمع الكلام هذا، خلينا نقول من المتحمسين انه والله لاعبي افضل وهذا خرب وهذا مش عارف ايش زي كذا، ولكن الحين احنا في مرحله المدرج بصراحه ما يحتاج تقسيم. يعني في بعض الناس وترك كذا النفعيين هذولي يبغى يتكسب في 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 في, في الظروف هذه، ولكن المنتخب السعودي ان شاء الله المرات الجايه انا ابغى يلعب بعقل وابغى يلعب بقلب برضه بروح اللي عنده. ابغى نشوف المنتخب السعودي اللي الى مباراه اليابان وانت ما صدقت، لين فزت في مباراه اليابان وبعدين طلعت فيها، الى التصفيات كلها في ناس قاعده تشكك، وانتم اساسا يا المنتخب السعودي ما وصلتوا للمرحله هذه الا انكم على قلب واحد، لانك انت ما دخلت في الصراعات التويتريه هذه، ولا صرت خلينا نقول ذخيره لهم يستخدمونك اللي موجودين هذا، ولا تدخل نفسك في السالفه هذه، خل ملعبهم لهم، ولكنك انت لا، لك هدف محدد، لك تاريخ معك منتخب سعودي، انت قدام الصين الان، لازم المجموعه كلها تخاف على بعض وتفوز على ما وتفوز مع بعض وتصير كتله واحده مع بعض وترجع مع بعض وتتقدم مع بعض. مي بالقضيه في ناس تتعب وفي ناس تبغى تقطف. احنا نتفرج على الكوره ونفهم ونعرف وشلون تصير، واحنا كم مره نتفرج على المباريات تضيع هجمات بسبب انانيه لاعب. تخلك انا بعد ثلاثه اربعه اوكي روح للمدرج تبعك وسوي الاشياء هذه كلها، يعني النوعيه اللي انت تبغى تفضلها، ولكن مع المنتخب السعودي لا.